طبعا كنت خطط انه اصير دكتوره. جيت بدي داوم بالجامعه اول اسبوع ما مشي الحال انه فورا انصبت. والله فدي سوريا، والله ربي مولاي تحميها لسوريا وكليتها ضحايا. انا تقدمت مع الشباب، قال في احد المصابين بده حاله اسعاف، حطينا وبدنا نقطع النزف الين، كانت تجينا رشه من الجهه الجنوبيه. ساعتها انا وقعت، يعني كانت هي اقرب نقطه. اللي مصابين انه هيك ببصره ما بيقدروا انه يدرسوا طب بشري، فلغيت الفكره. دعيت الله يا رب بتهون عليك يا امي، ان شاء الله من بس كم شوكي اتلوك. اول اسبوع طبعا كنت ملففه بالشاش كلياتني، فضليت هيك قاعده بالبيت. وقت اللي وقعت وتشاهدت وقفت عشي جنب الحيط ورشنا مره ثانيه، رشنا هون انا قلت خلص خلصت. رشحت لانتخابات الإدارة المحلية بال 2012، الحمد لله نلت الثقة من الأهالي ونجحت كرئيس بلدية. حسيت إنه من واجبي أنا كإعلامية إنه أنا أكون بالساحات، أكون مع الناس. شاركت بالشام يوم الاعتصامات قدام السفارات الأمريكية. كل مرة بتاخد جريح أو بتتمع زوجها اللي اتصاب بتكون قدمت شيء لسوريا. أحلامي بالدرجة الأولى أني أخلص هذا الفرع بالجامعة، بعدين أني أتوظف وأني كفي دكتورة. دائماً كنت أشعر بالفخر أنه أنا حتى لو تم استهدافي، لكن أنا الحمد لله رجعت، ورجعت عم بعطي بقوة أكبر وبإصرار أكبر وبإرادة أكبر. رحلي شب يا خالتي، والله بدي فرجيكم هالشب اذا بتنسوه بالعمر. شاهد ايك هذا اخي، ترجع هذا مشان ما يعكس الضوء. طلع طلعنا بالشب هذا بروجيتكم اياه نمر. ليكي شباب اثنين، طلعي والله فدي سوريا، والله فدي سوريا، والله ربي مولاي تحميها لسوريا وكليتنا ضحايا. أنا قلت له يا ماما الله يهون عليك سكرات الموت إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بيكونوا من كمشتن فيك قتلك. دعيت له والله أنا ليكي أنا مؤمنة بالله كثير. طبعا دعيت له الله يا رب بتهون عليك يا أمي، إن شاء الله من بس كم شوكي قتلوك. بوقت كان في يمكن بعض الآباء بعض الأهل يمنعوا على بناتهم يمكن التعليم بعد صف سادس يمكن، فكان عنده إصرار الوالد الله يرحمه أنه لازم تتابعي تعليمك ولازم تكملي ولازم يعني الشيء اللي أنت حابة توصلي له لازم توصلي له. فما كان عنده مانع أبدا من فكرة أنه أنا سافر على ألمانيا وأعمل دكتوراه وأرجع. فبالنسبة لي كانت يعني كان داعم حقيقي لي الوالد الله يرحمه لحتى أنا وصلت وأخذت شهادة الدكتوراه. كان دائما طيفه موجود معي. أنا كالمعتاد بطلع من البيت بتوقيت محدد صباحا. قبل بيوم من محاولة الاغتيال طلعت لقيت على سطح سيارتي على غطاء المحرك لقيت فيه دعسات، لكن مو دعسات أولاد صغار، دعسات حدا كبير. ما خطر لي شيء غير أنه مسكت هيك ونفضت أنا يعني آثار الأقدام، يعني نمرة أكبر من 42 على السيارة. فما خطر لي أنه ثاني يوم أنه تقرر اغتيالي وأنه ثاني يوم رح تكون العملية الاغتيال.
نزلت على السيارة ودورت سيارتي، مشيت بالسيارة شوي هيك يعني عم بلف عند منعطف، انفجر شيء بالسيارة. ما خطر لي أبدا أنه ممكن تكون، يعني ما صدقت أنه ممكن تكون محاولة اغتيال بالنسبة لي، وهذا اللي حصل. فقدت قدمي أو ساقي بالأحرى، ومثل ما أنا دائما بقول يعني يوم اللي راحوا لعندي تاني يوم من الجامعة، يعني كانوا يمكن هني إنه كيف بدنا نروح لعندها، كيف بدنا نشوفها، إنساني كلها حيوية بتشتغل نشيطة، يعني من الناس اللي ما بيعرف يقعدوا بالمكتب، بحب العمل الميداني. ف يعني بيوم شفتهم جايين دغري ابتسمت لهم إنه ما رح يهزمونا ورح ننتصر عليهم، نحن أقوى منهم، ما رح يكسرونا هني. صحيح كانت طويلة فترة العلاج، لكن كان عندي كل الإصرار وكل التحدي لحتى أنجح وأرجع لتابع عملي، لأنه حسيت بما أني ضليت عايشة معناته أنا لازم أشتغل، واللازم معناته بعد في إلي دور لازم أنا أكمله. أثناء فترة العلاج اللي كان بال 2014 كانت كل القوانين صادرة بالنسبة لاستقبال اللاجئين بألمانيا، ويمكن كانت تكون فرصة لأي شخص من سوريا ومن غير سوريا ومن برات سوريا، ونحن بنعرف أنه في كتير راح ناس لاجئين على ألمانيا ادعوا بالجنسية السورية لكن كانت جنسيتهم أي جنسية تانية غير الجنسية السورية. في من المقربين مني حتى من السوريين الموجودين بألمانيا هناك تم عرض أنه ممكن تعملي لجوء هون وتضلي هون بألمانيا، وانت بتحكي لغة البلد وممكن تلاقي فرصة عمل، يعني معك شهادة الدكتوراه انت، فممكن انه تضلي هون وفرصة. طلعت انا انه شو هالفرصة اللي عم تنعرض علي، انه ليش عم بيقولوا لي حتى من السوريين الموجودين هونيك انه ليش لا يقولوا لي انه فرصة، يعني لحتى تضل، يعني انا ما فكرت ولا بيوم من الايام انه اترك سوريا. فإنه قلت لهم طيب كيف ممكن يكون اللجوء؟ قال لي ممكن في لجوء إنساني. قلت لهم بس والله أنا ماني مضطهدة إنسانيا ببلدي. قبر بي وجدي هنيك، يا هل ترى حتى بيقدر يجيب لي إياه لهون لحتى أضل؟ المقصود إنه جذوري موجودة بسوريا، فأنا لا يمكن أني أترك جذوري. ممكن أنا أطلع برحلة استطلاع، معرفة، عمل، سياحة، لكن لجوء وأنسى هويتي، أترك هويتي وانتمائي. بي وجدي ما ربوني هيك. جدي حارب الفرنسيين وبي شارك بحرب تشرين، وأنا بخجل من نفسي أني ما أكون أنا ماشي على الدرب اللي هني كانوا ماشيين فيه، فأنا ضليت على دربهم. وإن بيوم من الأيام التقينا بالآخرة رح كون أنا فخورة أنه أنا مشيت على دربهم هني وما خنت العهد معهم. المشفى أنا خامس يوم وقعت بريدي، أنا خامس يوم قلت لهم البريد بتجيبوا لي وبدي وقع بريدي. كان إصراري على العمل يعني جزء من التحدي، إنه نحن حتى لو تم استهدافنا ما رح نتوقف عن العمل، ما رح نترك سوريا، أنا راجعة. ورجعت فعلا أنا على بعد العلاج، أنا رجعت على سوريا ورجعت على الجامعة، رجعت لوسط الطلاب، رجعت لوسط محاضراتي. فأنا كنت سعيدة جدا بلقائي بطلابي، لقائي بزملائي. دائما كنت أشعر بالفخر أنه أنا حتى لو تم استهدافي لكن أنا الحمد لله رجعت، ورجعت عم بعطي بقوة أكبر وبإصرار أكبر وبإرادة أكبر.
ترشحت لانتخابات الإدارة المحلية بال 2012 مع أهالي الضياع، والحمد لله نلت الثقة من الأهالي. كنت الأولى بالأصوات العليا أخذتها يعني، ونجحت كرئيس بلدية. بفترة اللي أنا استلمت البلدية بشت الأزمة بسوريا، وصار في ضغوطات على البلدية. استلمت البلدية كل حاجات الناس والمواطنين بالضيعة وبسوريا بشكل عام، البلديات استلمت. فنحن كان علينا واجب أنه نأمن أي شيء بحاجة إلى المواطنون، وتعرضنا بجوز لكتير صعوبات لأنه صار الوضع كتير صعب بالبلد وتأمين حاجات الناس. وفوق أنه الأزمة دخلت، فعقارب تعرضت لأزمة تانية، أنه صارت الدواعش تبعد عن عقارب 6 كيلومتر ليلاً و 500 متر لنهاراً. صار لنا نقاط عسكرية كتير لحماية الضياع مع شباب الضياع اللي كانوا هن الموقف الأول إلين بحماية الضياع. دائماً المجتمع ممكن يتقبل إن المرأة بأي منصب، وممكن ما يتقبلها حسب المجتمع اللي بدها تكون هي فيه. بس أنا بالنسبة لضيعتي كانوا متقبلين، يعني بعض الناس متقبلين الموضوع وبعض الناس ما تقبلوا بأول فترة. بعدين لما حسوا إنه أنا كسيدة استلمت منصب هون ونجحت بعملي وحاولت قدر المستطاع إني أنجز شيء ما يحتاجوا أهل الضيعة من برا، خصوصا بموقفي مع رجال الجيش، رجال عقارب، رجال وقفوا بوجه داعش، وانا كنت سند إلين مع اهل الضياع، فاكيد تقبل الموضوع. دخلت البلدية، انا اكيد اي انسان بيدخل اي منصب وخصوصا بلدية خدمية يعني مع الناس، بدك تتعامل مع كل فئات الناس هون. البلدية ما أنا إنك تتعامل مع فئة معينة، بدك تتعامل مع الناس كليات، مع تأمن كل شيء للناس. فأول شيء خفت من الموقف، يعني أنا أول شيء ما كنت أعرف حدا بالضيعة هون بحكم عملي ودراستي هيك بين الشام والسلمية، كنت خايفة كتير إني ما أنجح بالعمل. بس العمل مستمر بالتعامل مع الناس، ودائما في حدا بيوقف جنبك ليساعدك. أنت ما فيك توقف من البداية على إجريك، فبدأ بجوز تخطأ مرة وتنتين وثلاثة لتقدر تنجح. وبدك تضل تشتغل، لأنه اللي بيقعد على الكرسي أكيد ما رح ينجح، أما بدك تضل تشتغل بدك تخطأ بتنجح. أنا هذا مبدأي، إذا أنا ما اشتغلت أكيد ما رح أخطأ، بس أنا اشتغلت. وأكيد كل إنسان بيشتغل ما رح ينجح 100%، دائما عنده نسبة خطأ معين لينجح. أنا حسيت حالي نجحت بعملي الحمد لله، يعني ما حاولوا كتير ناس بضغوطاتهم وكلامهم، واشتغلوا من كل الجهات يحاولوا يشيلوني من مكاني هون. الحمد لله نجحت فيه. كان بعضهم إلي المصالح الشخصية، وبعدين كان إنه كيف مرأة قاعدة هون وهي اللي متحكمة بالبلدية وبالضيعة وبأزمة، يعني هي اللي عم تحاول تأمن كل شيء بالضيعة. هي المرأة مثلا شافوني مثلا علاقات كبيرة وعم أمن كل شيء، مثلا مثل ما حكينا في الكهرباء تأمنت الحمد لله بشكل 100% بالضيعة، الغذائيات للضيعة ما احتاجوها، المازوت كان عندي مركز مازوت بالضيعة صار عندنا مركزين، الغاز كان عندنا كان عندنا مركزين غاز، صار عندي 7 مراكز الحمد لله بالضيعة. يعني ضيعتي بأزمة ما احتاجت شيء الحمد لله، بس ظروف البلد هي اللي ضغطت علينا، مو على ضيعتي بس، كانت على سوريا كلياتها. هني حاولوا انه انا يضغطوا علي انه بيداء سرقت مازوت، سرقت غاز، سرقت المعونات اللي اخذتها من هاي الناحيه، وتقارير كثير طلعت فيه وتحقق معي انا اكثر من بالمحافظه. تعرضت كثير لمواقف تحقيق ايه، بس الحمد لله ما في شيء. نحن بسوريا المرأة الريفية بتوقع من السبعينات لازم المرأة الريفية بسوريا تعلمت، ما عدا مرأة بس مثلا مثل ما نحن كنا نسمع انه المرأة للأرض، مرأة للبيت، للولاد، للزلمة، لا. نحن المرأة من تاريخ القائد الخالد المرأة صارت المرأة هي المتعلمة
وإيده بإيد الزلمة الرجل وحاولت تطور حالها لأنه أخذت حقوقها كاملة، حق التعليم، حق العمل، دخول الانتخابات. أحد الأشخاص إجا لعندي لهون قال لي أنت اللي تحملتي بأزمة 5 سنين وقاعدة هون، بجوز الجبل ما تحمل. فبجوز مو بس النساء، أنا بتوقع الرجال يعني، لأنه ما في رجل بيتحمل 5 سنين ضغوطات من العمل وضغوطات سلبية ضدي، والحمد لله يعني. فبتوقع كنت مثل لكثير شغلات، إلا ما يكون في إيجابيات وفي سلبيات يعني. أي معركة كانت تدخل ضيعها كنت أنسى أني أم، لأنه أتذكر أنه في عسكري برا كان بحاجة أنه نحن نوقف معهم، أترك ولادي أمن كالعادة يعني، وأطلع أي معركة تصور، كانت مثلاً وجه الصبح أو كانت بالنهار مثل هلا، تصير كتير معركة علينا نحن، أنسى أني أم وأطلع، تصير عسكري سبر سبر يا عسكري لمساعدتين يعني أو وقف جنبي. اللي خلاني أول شيء وقف مع الشباب الضيعة، أول شيء ضيعتي، هاي أول دافع، ضيعتي بتمثل بلدي، إذا أنا ما دافعت عن ضيعتي ما كأني اشتغلت أي شيء يعني. بما أنه نحن عم نحمي الضيعة وأنت عم تحمي الضيعة وأنت عم تحمي بلدك، فسوريا كلها بخير. فأنا إذا بدي انسحب وغيري انسحب فسوريا راحت. فأنا وقفت مع شباب الضيعة كجيش أو رديف للجيش من مبدأ أنه هي بلدي ولازم حافظ عليها. الساعة 4:30 صباحا فقنا على اطلاقات نار، كانوا المسلحين داخلين على الضيعة بالحارة الجنوبية الغربية، بالتواصل مع الجهات مع النقاط العسكرية عرفنا انه المسلحين دخلوا الضيعة. زوجي سبقني يمكن وانا طلعت وراه بعد ما عرفت انه الدواعش طلعوا. ابني كان صف تاسع انا يعني، كان عنده مادة انجليزي، تركت الأولاد ومشيت بعد ما لبست يعني لباس الميداني مثل ما ومشيت يعني بين حاملي البارودي والجابة وحاملي الحقيبة الطبية. أنا بشتغل مع فريق طبي لأنه لمؤسسة الأغا خان. فطلعت بين مؤازرة طبية بين أني أعرف شيء أنه نوصل الخبر للجهات المعنية، كل هذا كان أنه أنا لازم أكون فيه موجود. بس إن المفاجأة اللي نحن ما كنا متوقعين أنه نعرف الاشتباكات بتكون خارج القرية، هالمرة كان بحارات القرية مدخل الضيعة. وصلت أنا لأرض المعركة كان شباب الضيعة واصلين كلهم يعني طالعين بالبروتيلات بالشورتات حفيانين كله بسلاح أو بلا سلاح. المهم وقفوا، كانت وقفة عزلة شباب عقارب يعني، وأنا كنت بيناتي. الشباب اللي كانوا أغلب من جنبي كلهم استشهدوا قدامنا يعني. كنت أقدم لي المؤازرات يعني، مؤازرتي إلي كانت طبية أغلبها بعد ما أمننا المستوصف مع الفريق الطبي. أنا كنت حاول أسعف الجرحى اللي فيني عليهم بين قطع نزف أو ضمادات بسيطة وبعتين على المشفى، أو اللي ما فيني عليهم لحالي بعتين على المستوصف على الفريق الطبي اللي كان موجود. بلحظة أنه صار في جرحى كتير وشهداء، وتم محاصرة المسلحين بالمنطقة اللي كنا نحن فيها مع الجيش وشباب الضيعة. صار يصيحوا الشباب أنه تحاصروا الشباب، بدنا نفوت نجيب الجرحى والشهداء. أنا فتت معهم حاملي الحقيبة الطبية معي مشان نشيل الجرحى. كان هني جرحى للأسف، كانوا جرحى وأنا قادرة بجوز إسعف واحد أو اثنين منهم. لما دخلنا مع الشباب لجوا أرض المعركة والحرب قائمة يعني، السلاح موجود فوق راسنا والزخيرة وكل أنواع السلاح كانت عم تستخدم يعني لننهي المعركة بأقرب وقت. شي دخلت أرض المعركة وقعدت على الأرض بدي أقطع نزيف أحد الشباب، ومعي شاب تاني كان على يسار وشاب على يميني. اجتنا أطلاق نار ما عرفنا من يعني، وقعت أنا لحظتها يعني لا فيني سعفت الشهداء اني استشهدوا، واللي كان معي استشهد والتاني طلع يعني مجروح. فترة علاجي كانت 4 أيام بالمشفى بين ما شوي هيك خفت الجروحة، وفترة المعالجة ضلت شي شهر. بس أنا بعد 10 أيام كنت بأرض المعركة، ما بعرف زريم كان شافتنا أنا وفايق. بعد 10 أيام كنا بأرض المعركة أنا وابن عمي تصاب بالقلب.
صار في ضربات على الجيش وعلى النقاط العسكرية وهيك، حسيت مو مكاني هون، مكاني إسا بساحات القتال. أنا حبيته يعني، وعلى فكرة كل إنسان تتمنى أنه تأخذ هيك شيء. الشخص من ذات نفسه هو لازم يحفز حاله لأنه بيكون هيك أقوى. غيب عن البيت شهرين وثلاثة، وطالما نحن في عنا شباب عم تدافع عنا أنا لازم أبقى معهم. اللي تأخلت عن هيك جنود قاتلوا وتصابوا بأرض المعركة خسراني. بحلم بالدرجة الأولى أني أكون مترجمة مثل بوسينة الشعبان، أنا بعتبرها قدوتي. حسيت انه من واجبي انا كاعلاميه انه انا اكون بالاعلام، نكون نحن بالساحات، نكون مع الناس. طلعت اول شيء شاركت بالشام يوم الاعتصامات قدام السفارات الامريكيه، حتى توقفت بالسفاره الفرنسيه وقتها صار في ضربات على الجيش وعلى النقاط العسكريه وهيك، حسيت حالي هون انه انا مو مكاني هون، مكاني اسا بساحات القتال مع الشباب اللي طالعين. حتى رافقت كتير مجموعات بالأول كانت متطوعة تطوع إنه تحمي الحارات، تحمي البيوت، تحمي المناطق. طلعت معهم شاركتهم. قالوا لي إنه عندي مهمة بحلب، طريق حلب كان مركزي، كنت داوم بأسرية. أنا غيب عن البيت شهرين وثلاثة ضل غايبة إنه أطلع، إنه هدول طالما نحن في عنا شباب عم تدافع عنا أنا لازم أبقى معهم. قعدت بأسرية تقريبا فترة سنة ونص، وقتها كانت حلب مسكرة. أنا ربياني من أنا وصغيرة، لمن يقولوا في جنوب لبنان، لمن يقولوا في حدا رايح يعمل عمليات استشهادية بلبنان بجنوب لبنان، أنا كنت أتمنى، كنت بصف الخامس أتمنى أنه أنا روح أعمل أي شيء لدافع عن جنوب لبنان، لدافع عن فلسطين. أنا لما بدرس صف ثالث أخذنا درس فلسطين عن شجر البرتقال في يافا، قعدت أبكي على الطفل اللي ما خلوا ياخذ البرتقال وهو من يافا بلد البرتقال. يعني أنت لما بتتربى ببيت هيك هذا انه هي بلدي. اصابتي كانت 22/10/2013، كان في عنا مهمه وفد اعلامي، كنا اكثر من حدا طالعين بريف حلب بخناصر بتل حجار اسمه، طلعنا اكثر من محطه واكثر من حدا. عنا المقابر الجماعيه حوالي 33 رفات شهيد، طلعناهم. أنا بعرف إنه هاي المهمة توكلت إلي، أمنت سيارات الإسعاف من السلمية، مشفى السلمية، وأمنت كياس منشان رفات الشهداء الله يرحمهم. وطلعنا، طلعت يوم الصبح لمن فت خلصنا المهمة، وعلى الخالص يعني خلصنا، إنه كانت هي المنطقة قريبة كتير على مناطق المسلحين، كان في ساتر ترابي بس هو تل فوق خناصر. فت على منطقة هنو الظاهر إنه المسلحين بيلغموها بالليل، بيلغموها، ونحن فتنا على منطقة كنا كلنا إعلاميين، معنا كمان معنا شباب من الجيش ضباط. لمن فجر فيه لغم وهي على الهواء، كنا مباشرة يومتها كانت عم تبث قناة الميادين، وكان قناة تانية ما بقى أذكر، كنا على الهواء مباشرة. وصارت لمن فجر فيه اللغم طيرني اللغم من محل لمحل، وقتها اطلعت لقيت انا انه فقدت قدمي فورا، شفت حتى كيف اجري دايبه على التراب. ما زعلت، ما بكيت، ضحكت. حتى يوم تلفتوا نظره كلياتهم انه انا ليش ضحكت، انا ضحكت انه انا خلص في نقطه هون حياتي لهي النقطه
انه افتقد انه انا بدي استشهد، فانا استقبل الشهادة وانا مبسوطة ماني زعلانة. صارت انه صارت بعد الانفجار انفجر فيني اللغم، طلعت عساتر ترابي، صار بيني بين المسلحين وبين الجيش، هدول عم ينادوا بدهم اياني، وهدول بدهم يجيبوا حتى لو مستشهدي انه بدهم يجيبوني عشان ما ياخذوني. هدوك مراقبين تاري كل المنطقه مراقبيننا انه احنا عم نصور ونحن هيك. قول انا يا ريت استشهد وما ياخذوني، ادعي بدن الله. شافوني الشباب ووقتها هلا بتذكر اني انا ربطت اجري، وكانت اجري هي الثانيه اليسار فاقده ماده كبيره منها، انه ما انقطعت بس انه فقدت ماده كثير كبيره منها. اسعفوني لهلا بتذكر ب 23، حتى ما صار لي ولا سياره اسعاف من اللي انا جايبتهم، كانوا رايحين كلياتهم. جيت ب 23 اسعفوني وين بدهم اي منطقه، ما عاد يعرفوا اي طريق. انا مشفى السلميه، لما اجيت على مشفى السلميه انه تشوف حتى الواحد، انه خفت انه اولادي كانوا عند بيت عمي انه يكون حدا واقف على السطح انه حدا يشوفني، غطيت حالي عشان ما ابين. لما وصلت على المشفى صار اجت بقى عملوا لي عمل، كانت رايحه اجري وعملت العمل الجراحي بمشفى السلميه، وكان في اهتمام كبير من كل يعني كل العالم. انه انا وقتها حسيت انه العالم فعلا بتحبني. كلياتهم يعني انه مستغربين انه ريما الصبيه اللي تهتم كثير بهيك باموره، فقدت قدمها ما زعلت ما بكيت، بس بكيت نزلت دمعتي بس بلحظه لما اجت بنتي، لما اجوا اولادي على المشفى، لما فاتت بنتي ريتا طلعت فيي بكت ريتا، لما بكت ريتا انا نزلت دمعه من عيني لاني انا بكيت ريتا. ما عطلت 4 شهور ركبت القدم الصناعي، وكنت عندي عملية تطعيم، عملت العملية. بعد 4 شهور أنا كنت بلا عكاز طالعة، رجعت على الشغل. كنت مقررة من لما تصوبت أنه أنا بدي ركب قدم صناعي وأرجع أشتغل، ما رح أتعطل. هلأ أنا قبل ما تعطلت بقى كيف لما صارت قطعة من جسمي بالأرض، هاي الأرض صارت مختلطة بدمي. طالما في جندي حامل بارودة عم يحارب مشان البلد أنا بدي أبقى معه، طالما عندك طفل عم يبكي على والده شهيد أنا بدي أبقى مع هيدا الطفل، اسأله شو بدك وشو عايز، وأبقى مع أولاد بلدي. ما بعرف نعرض علي كتير إني أطلع أشتغل برا بشهادتي، وعرض علي إني أطلع أشتغل بالإعلام، أنا ما بطلع، ما بعرف كون إلا بسوريا. أنا بدي أمن أولادي، وبدي أمن، أنا عندي 3 أطفال، بدي أمن حياتهم، بدي أمن دراستهم، وهم كتير شاطرين بالمدرسة، وبيتي وشغل بيتي وزوجي. زوجي كتير مشجعني، وأنا لولا زوجي ما عرفت أشتغل ولا شغلة. زوجي وقف معي، صديق وزوج وكل النواحي، حتى كان يساعدني بكل شيء. يقول لي ريما أنت ما بدك تقعدي، انت ما لازم تقعدي، لازم تشتغلي، تضلي عم تشتغلي، تضلي عم، لانه بس قعدتي حرام تضيعي، انت اساتك صغيره وحرام تقعدي من هلا، وحرام الاصابه انسيها بالمره، انسيها للاصابه. هو نساني الاصابه زوجي. حاولت قدر الامكان هلا بغيب عنهم، بس بنفس الوقت يعني انه بضل معهم، وهيك هلا كبروا شوي. هلا عندي ابني طالب سنة أولى جامعة، بنتي صف 10، ابني هذا صغير صف ثاني. بس يعني إنه بدي أبذل مجهود شوي مضاعف، بغيب عنهم، بحاول إني أعود لهم لما برجع إنه أبقى معهم. ما بيتجزأ الحنان والمحبة، يعني حتى لو حملت سلاح ودافعت عن بلدي أنا عم دافع عنه من عاطفتي تجاه بلدي، يعني كله عاطفة ما رح يتغير شيء.
هلا تحس انه البلد لما بدك تدافع عنه مثل الام. انا ما بترك امي اذا لما نوجع شيء بتركها وبمشي. اولادي نفس الشيء، انا بدي دافع عن بلدي لدافع عن اولادي، لانه اذا ما في امان ببلدي واذا انا ماني عم بشتغل لبلدي اولادي كيف بدهم يعيشوا؟ في عالم مخوف علي، في عالم من انه ما بتحب هيدا الشغل، في عالم انه انتقاد لانه المرأة ما لازم تكون هون. هلا انا بقول لهم يصطفلوا كل واحد يشتغل اللي بده اياه، وكل واحد هي حرية شخصية، بس انه انا بحترم حريتك، انت احترم عملي وحريتي. ما يعني لما انا تخيل انه في يوم من الايام حدا قال انه هي شو مطلعه شو اخذك، بدل ما تقول لي الحمد لله على السلامه قالت لي شو اخذك بكره جوزك بتجوز عليك مثلا. قال تخيل هذا، انه هذا مثل انه تحس حالك كانك بباب الحاره. يعني طلعت انا هيك والله انا ما فكرت بهذا الشيء، حامله عطلاني همي ما يتجوز جوزي علي، انا ماني مفكره بهذا الشيء. هيك يعني انه مجتمع، هيك مجتمع بكل واحد يصطف له. انا ما بعالج حدا ولا بجائر حدا ولا بقول لحدا شيء ولا بقنع حدا بشيء. انا هذا عملي وبدي اشتغله، وما عجبه اهلا وسهلا، ما عجبه كمان اهلا وسهلا يصطف له، شو بدي اقنع العالم. عنا المرأة كتير تأثرت، نحن عنا المرأة عنا جيل كامل من البنات من النساء ما بتجاوز عمرهم 25 سنة أرامل، في عنا نساء مغتصبات، في عنا نساء تعالى، في عنا كتير مواضيع. نحن المرأة كتير تضررت، نحن المرأة نزحت، المرأة من كل القرى ومن كل المدن تأثرت، ما حدا ما تأثر. اللي نزحت، اللي قعدت بالحديقة، اللي ما بتعرف وين الزوجة مفقود، اللي ابنها مفقود وابنها شهيد، ويعني كلياته اللي دخلوا عليهم المسلحين وعملوا فيهم المجازر، اللي انقتل ابنها قدامه وتمثل بجثته. اللي أنا حضرت كتير مجازر وحضرت من خلال عملي الإعلامي، نحن المرأة عنا كتير تضررت. بقى هون بيوقع شيء، إنه يا بدك تكوني قوية يا بدك تدخل الضعف. هلا أنا حلمي كان ميسا. أحلام كيف لما بديش مع ميسا، كيف بدي يكون بالبيت، كيف بدي يجيب منه أولاد وربيه، أو كيف لما بده يداوم وقاد أطبخ له ويرجع على البيت. وهي هي أحلامي كان صراحة. هو شلل بالطرفين السفليين صابه بعمود الفقري، أزية عصبية يعني. الحمد لله أنه عم يرجع على العصب، ما كان في قطع كامل يعني، وعم يتحسن شوي شوي الحمد لله، صار الله بيمشي يعني. حكيت معه مكالمتين، انه لانه كنت صف تاسع وقتها وعم قدم فحوصة مشان ما اثر علي. صرت احكي معه انه طمني ما في شيء وانا ما في شيء والحمد لله منيح. قدم فحص، لما رح على الفحص يطمن علي اني وصلت وهيك. بعدين قطع، ما عاد حكى معي ابدا. صرت دق له ما يرد علي، دق لأخواته مشغول تعبان شوي ما في يحكي معك وهيك. بعدين ما عاد حدا رد علي، قال له لأمي ما ترد علي كمان. صحيح هيك، بس أنا ما قطعت الأمل إنه نسيني أو شيء، لا قلت أكيد تعبان أكيد مشغول ما قدر يحكي معي وهيك. أنا حبيته يعني فحطيته، وقلت وعلى فكرة كل إنسان تتمنى أنه تأخذ هيك شاب، أخلاقه منيحة يعني. ولحدي أحيانا تأخذ واحد بيمشي وبيطلع وبيفوت بس ما بتكون مبسوطة معه، بس هو أخلاقه منيحة وهو دافع عن الوطن. أنا أكيد ما بتنازل عن هيك شاب، ما تخلى عن وطنه
وأنا ما رح أتخلى عنه. سلام ميسم، قلت له قم يا ميسم زوجنا. عرسنا الخميس. قال لي عم تمزحي؟ وما صدق أول شيء لحتى فات بي عنده حكاوي. دكتور ركام الله يرحمه إجا لعنا وحضر العرس وقعد مع ميسم وشافه وجا عالم كتير ما بتذكر. المهم لبسني فستان وعمل لي حفلة صغيرة هون ببيت خيو. أنا عازت حدا يعني الحمد لله رب العالمين. لما بطلع الحمام أنا بطلعه وفوتوا الحمام يتحمم يعني على الكرسي، وأحيانا كان يمشي على الوكر أنا وقفه على الوكر بيوقف بس ندوره كده هيك وبيوقف بيمشي على الحمام. حاجاته اليومية عادي يعني طبيعي، هو يعني بده مساعدتي. هو اللي قال لي انه لشو ما بتقدمي بكالوريا؟ بس قلت له إيه ليش لا قدم بكالوريا، جيب لي كتب. اي راح جيب لي كتب. اي هلا عم ادرس ان شاء الله اقدم وان شاء الله بنجح. لما بطلع على العالم الثانيه كيف عايشه قول الحمد لله رب العالمين اني اخذت ميسم ما اخذت غيره. في كثير يعني رفقات ميسم هيك عالم التانيين متزوجين يعني بصير عندهم مشاكل وهيك. طلع أنا حياتنا الحمد لله يعني بتمنى أني ما أحسد حالي وما حدا يحسدنا. أهل حياة أنه متفاهمين كتير وعايشين حب، وأحيانا ما بصير معنا مشاكل أبدا يعني. يعني إذا بدنا نتخانق نتخانق أنه ليش ما بتطلعي ما بتفوتي، أنا ما بدي أشرو. روحي روحي افرقيني، روحي لعند اهلي. ما بتدشريني شوي؟ ما بتدشري لا. احيانا ضيق اخلاقه يعصب، انه يمسك هيك يكسر كاسات شوفي قدامه ممكن يكسرهم. اقعد هيك انطره لحتى يهدى بعدين حكي. انه هديت هلا ارتحت. الوحدة لما بتاخد يعني حتى لو كان جريح وما بيقدر يمشي أو خلص قاعد بالأرض، صحيح إنه ما بيقدر يمشي أو شيء، قال إنه هي ندمة ليش ما وقفت معه، إنه ممكن كانت تغير له حياته ويطلع يفوت. هو إن شاء الله ما أنا بعزت هيك شيء يعني، إن شاء الله يكون الجريح يعني بيطلع بيفوت حتى لو ما كانت خطيبته تخليت عنه أو شيء أو زوجته. وبالأخير الخسارة إله، هي خسرت الثواب عند الله وخسرت إنها تكون عضو فعال بهاي الأزمة. يعني كل مرة بتاخد جريح أو بتتمع زوجها اللي تصاب وهيك بتكون قدمت شيء لسوريا، بس هي اللي تأخلت عن هيك جنود قاتلوا وتصابوا بأرض المعركة وهيك. ف خسراني، لقدمت شيء لسوريا وتخليت عن زلمة ممكن إنها تكسب ثواب منه، ممكن إنها تربي منه أولاد. بجوز هلا في كتير عالم جابت أولاد حتى بعد الإصابة، حتى لو كان عندها أولاد تخليت عن زوجها وعن أولادها، فهي الخسراني أكيد. هي في البكر بعد رب العالمين يعني. ما بعرف، أنا برأيي الفعل هي مقولة بتختصر كل شيء، الحب بيعمل معجزات. أنا مثل ما بيقولوا بيني وبين حالي رزقتي بهالدنيا هي روان بعد محبة العالم كنت كتير يعني شخص خجول يعني لما كنت بكالوريا وهيك. فبعدها انه يعني حاولت اني هيك وانا عم بدرس طب اني اكون شخص اكثر يعني شجاعه واكثر يعني انه تحدي،
بس مع ذلك الإصابة ما منعتني من هذا الشيء ورجعت يعني نهضت من جديد وصار عندي طموحات وأحلام أكثر، حتى أني صرت نمي الهوايات اللي كنت بحبها وما كنت لاقي وقت أني نميها، مثلاً الرسم، العزف على الأورج، مثلاً تعلم اللغات الجديدة، الكمبيوتر، هيك شغلات يعني. فأحلامي الحمد لله ما وقفت يعني لساتها مستمرة. ما كان بحق لي أني أرجع أكفي طب. ثاني شيء أني ما تقبلت بالبداية أني أدرس فرع أدبي، يعني طلعوا الفوتي برات البيت، طلعوا الفوتي مثلاً المساعدة، مساعدة أهلي إلي إنه بأعمال اليومية بهيك بأغلب أعمالي اليومية. فهذا الشيء بالبداية ما تقبلته، بس بعدين إنه صرت قدر الإمكان إني استرجع اللي فات. نور حبك قد لوع الفؤاد وقد وهبتك الحب والوداد. هلا النشاطات التطوعية أول شيء كانت الموسيقى، أول شيء بلشت بالموسيقى بالعزف على الأورج، يعني مدة تقريبا سنة ضليت عم بتعلم. ثاني شيء بعدين رحت يعني صرت ساوي دورات تنمية بشرية بمؤسس قدرات، فبعدها انضميت لفريق خاص يعني بقدرات، فريق قدرات تطوعي، فصرنا نسوي فعاليات يعني مثلا بدار المسنين بالروضات يعني هيك، ويعني صرت ساوي فعاليات مختلفة مع الجرحى مثل مثلا الرسم، مثلا العزف، مثلا يعني هيك انه السفر، مثلا مداواة الجرحى نفسيا، يعني اعطيهم من طاقتي يعني من طاقتي انه يعني ارفع معنوياتهم وهيك. بدي اثبت ذاتي، بدي ورجي انه لا انا موجوده بالمجتمع، انا يعني ما وقفت، انه انا بقدر اعمل شيء اكثر من اي شخص يعني بيقدر يعمله. فيعني هيك هذا الدافع الاساسي كان. بابا اثنيناتهم انه شجعوني على الرجعة على الجامعة وعلى دراسة الفرع اللي انا بحبه، فاخترت فرع الادب الفارسي، وصارت الماما انه هي اللي تساعدني مثلا بالمحاضرات، بالتسجيل، يعني وقت الحضور مثلا، يعني بكل شيء بحتاجه بالجامعة، ومثلا انه هي ترافقني وهي انه يعني تساعدني باغلب الامور. بالنسبة للتفوق بتطلب كتير جهد، كتير بده مراجعة، إنك مثلاً إنك ترجع لتدرس اللي أخذته اليوم، إنه كنت مثلاً أدرس كل يوم بيومه مع إنه جامعة يعني، ويعني وحتى قبل الامتحان مثلاً أرجع أكون مراجعة المادي مرتين، فهذا اللي هذا الشيء اللي إنه بالإضافة للتسجيل اللي كان التسجيلات اللي كانت تسجل إياهم الماما، يعني الماما كتير ساعدتني هيك بشغلة إنه المحاضرات ما تفوتني أبداً، المحاضرات إنه تكون مسجلة تماماً يعني بس إني أنا إني أدرسها وأحفظها، فإنه هذا الشيء الأساسي اللي كان اللي خلاني أتفوق وجيب هذا المعدل اللي جبته. هلأ بالنسبة للمعدل بالسنة الأولى كان 96، والسنة الثانية كان 95، يعني تقريباً بالحدود 95 و96، بس تمام يعني هلأ أنا عم بسعى لحتى أكون 100، بس يعني إنه أكيد بدي جهد أكثر يعني اشتغلي، بس الحمد لله إنه ماشي الحال، يعني عم هيك صابر وعم اجتهد يعني، ولكل مجتهد النصيب بالنهاية. أحلامي بالدرجة الأولى إني خلص هذا الفرع بالجامعة، تسالي السنة الجاي ويعني وهاي السنة، وبعدين إني أتوظف وإني كفي دكتوراه بالأدب الفارسي، كونه عم بدرس ترجمة
فبحلم بالدرجة الأولى إني أدرس إني أكون مترجمة، فمثلا يعني مثل بوسينة الشعبان أنا بعتبرها قدوتي يعني بالترجمة وبهيك أمور، فهي باللغة الإنجليزية أنا بحب إني أكون باللغة الفارسية. بيقدر إنه مثلا إنه يقدر يرسم إنه هو مغمض مثلا، فهيك إنه تشجعت والله على الفكرة، وشوي ساعدتني الأنسي إنه هيك تشجيع ويعني وبعض الإرشادات منها كمان ساعدتني. بالنسبة للرسم ف يعني بتطلب كتير إنه سرعة ومرونة، ليش؟ إنه كرمال إني أعرف مثلا خصوصا بالألوان المائية، كرمال إني أعرف مثلا وين أنا في لون، في يعني وين في إنه رطب وين في إنه لساته جاف ما وصل الألوان. ومثلا بالنسبه مثلا اذا بدي ارسم دائره مثلا بستعين بالصحن او بستعين بحي الله هيك الشيء دائري وبعلم حوالي، وبعدين يعني قبل ما تنشف اللوحه لازم اكون معباي اللي جواته بال يعني بالالوان بالريشه. هلا لا مانع من انه مثلا اطلب مساعده ببعض الخطوط الرئيسيه، مثلا اذا كنت بدي ارسم شيء انه منحني، شيء مثلا له شكل محدد، فلا مانع اني اطلب مساعده بتحديد الخطوط الرئيسية فقط. اندماج الروح مع نور القمر، هذا القمر انه استخدمت صحن لحتى اقدر ارسمه، وبالنسبة لهذا الطيف خليت ماما هيك شوي تساعدني يعني بالرأس المنحني هيك بالانحناءات شوي، والباقي انه انا عبيته. هلا بالبداية الحافز ببلش من الشخص نفسه، يعني من الشخص نفسه، لا انه بقول لهم انه ما ينتظروا انه حدا يجي لهم، حتى لو كان من اقرب الناس لهم، حتى لو كان من اهلهم، انه ما ينتظروا انه هن انه اهلهم يجوا يحفزوهم او اهلهم يجوا يقولوا لهم انه لا انتم لازم تكونوا اشجع من هيك، لازم تكونوا متحديين، لازم تكونوا مصرين على يعني على انكم تنجزوا شيء. يعني ما بنصح انهم ينتظروا حدا انه يقول لهم هيك، يعني الشخص من ذات نفسه هو لازم يحفز حاله، لانه بيكون هيك اقوى، لأنه بيكون هيك الحافز أقوى وبيكون استمراريته أعلى يعني.